السلام عليكم. في الدرس السابق أخذنا كيفية دمج الجرافيك مع البوتون مع الموفي كليب، ودمجناهم كلهم في حركة واحدة، وعملنا عن طريقها مشروع كامل، وطبقنا عليها طريقة معينة عن طريق إدراج الجرافيك في داخل البوتون، بعدين البوتون في داخل الموفي كليب، وبعدين أضفنا في داخل الموفي كليب أوامر البرمجة، أوامر بسيطة جدا لكن أنتجت حركة جميلة جدا. وأنتوا لكم حرية في اختيار أو تغيير المتغيرات اللي أنا بتكلم عنها، مثلا الصور اللي أنا بختارها. مو شرط أنكم أنتوا تستخدموا نفس الصور اللي أنا بستخدمها، لا هذا مو صحيح. أنت لازم تفتح عقلك وتفتح خيالك وتبحر في عالم الفلاش، وإحنا يوم عن يوم بنعطيكم معلومات أكثر وأكثر. فأنتوا مو مقيدين، أنتوا أحرار، أنتوا بإمكانكم أنكم تخلقوا أشياء جديدة. الدروس اللي بعطيكم إياها ما هي خطوات، ما هي أشياء يعني لازم تمشي عليها، هي معلومات ممكن عن طريقها تنتج أشياء من خيالك بناء على المعلومات والقدرات البرنامج اللي عندك. طبعا قدرات مو طبيعية، هذا لسه ونحن ما دخلنا تعمقنا في البرمجة كثير، وإحنا ما حنقدر نتعمق كثير. إحنا لنا أننا نعطيك الأساسيات اللي تخليك قادر على أنك تقريبا تعمل أغلب الأشياء اللي تدور في بالك. أما الأشياء اللي فوق الخيال هذه لما تكون عاد خلاص دخلت في جو البرمجة تقدر تعمل أشياء فوق الخيال. طيب نبدأ بسم الله. اليوم أنا راح أعمل لكم إن شاء الله مشروع كده بسيط، شفته على موقع اليوتيوب، مشروع بسيط جدا لكنه تقدر تقول مسلي وبيوصل معلومة كمان، فأنا حبيت أطبقه لكم. وممكن كمان إذا حصلت الملف اللي شفته برضو أرفقه لكم، ويصير تطبقوا المثال وتشوفوا كمان المثال تبعي، وممكن أنا نضيف عليه بعض الحركات الإضافية. طيب أول شيء أنا راح أعمله بطريقتي عاد، هو الرجال اللي سواه على طول على الليارات اللي هنا والفريمات اللي هنا اللي في المسرح أو المشهد الرئيسي. أنا راح أعمل new symbol movie clip نسميها circle، وراح أرسم في داخل الموفي كليب دائرة سوداء. لاحظوا أنني قاعد أضغط على الشيفت علشان تكون الدائرة كاملة. فتحت نافذة اللاين خليتها في النص، والحين أضفت لاير جديدة سميتها اي، وراح ارسم العينين، نسوي دائرتين بيضة. طيب حلو تمام. طيب الحين ابغى اعمل كمان حركة كده من فوق عن طريق اداة الفرشة في نفس اللاير تبع زي اللايت كده، زي الاضاءة. كمان واحدة من تحت كده بسيطة. بعدين استخدم أداة القلم.
استخدم تريس ترانسفورم فري ترانسفورم. تمام. الآن بكل بساطة أضيف لاير جديدة وراح أحط فيها البؤبؤ. أرسم البؤبؤ الحين. الحين لاحظوا ايش ممكن اعمل. اول حاجة راح اخلي هذه الكورة اللي هي رسمناها في اللايرة الاولى راح اخليها ظاهرة الين الفريم رقم 45، ونفس الشيء بالنسبة للخلفية تبع العيون راح تكون ظاهرة من الفريم رقم 1 الى الفريم رقم 45. بعدين بالنسبة للبؤبؤ راح افعل عليه خاصية كرييت موشن توين، وراح اجل الاطار رقم 10 واضيف انزرت كي فريم وأحركها بالأسهم على اليمين. بعدين حجر الإطار رقم 25 مثلا انزرت كي فريم وأحركهم على اليسار، وأجي عند الإطار رقم 35 وراح أرفعه كده على فوق. بعدين أجي عند الإطار رقم 45 أبغى يكون نفس الإطار الأولاني، أعمل كوبي للإطار الأولاني فضغط عليه بالزر الايمن، بعدين رحت لكوبي فريمز، بعدين رحت لعند الاطار 45 وضغطت بالزر الايمن وضغطت بيس فريمز، على طول عمل لصق لنفس الفريم اللي هناك ونفس موقعه. الحين يا ترى كيف راح تكون الحركة؟ تفرجوا معي. طالع على اليمين على الشمال فوق ورجع طالع قدام. طيب بما اننا حاطينه في داخل الموفي كليب فما عندنا اي مشكلة، يعني راح يظل يتحرك بالشكل هذا على طول. بكل بساطة نقدر نضيفه كنترول ال، نفتح المكتبة عفوا، وهذا هو حتلاقوه عندكم، نرميه هنا قدامنا. وبما انه موفي كليب راح نقدر نعمل عليه فلاتر وافكت، صح ولا لا؟ ممتاز. طيب شوفوا تبغون نحركه ولا خلاص؟ طيب نعمل نسخة تانية منه، نسوي لاير تانية نحطها تحت ونرمي برضو نسخة تانية منه اللايبرري. ممكن النسخة التانية هذه نفعل عليها فلتر. دروب شادو. لاحظوا اني قفلت على الاطار الاول عشان لا يضايقني وانا اشتغل. مثلا والحين ممكن كمان نضيف لاير ثالثة علشان خاطر نضيف حركة بسيطة بشكل كده بيضاوي بسيط. ونحوله ل فعلنا خاصية كريت مش موشن توين، وبعدين حوله من جرافيك لموفي كليب، وبعدين نفعل البلر بالشكل هذا. والحين بكل بساطة في اللاير الثانية اللي هي الخلفية نفعل خاصية كريت موشن توين ونخليها شوية خفيفة شوية شفافة، 1080 ولا 20. وبعدين نبدأ في الحركة. create motion twin. برضو في اللاير اللي تحته برضو عملنا create motion twin قبل كده.